يقول: هل من لوازم البراءة من المشركين أن يكفر الذين يقومون بعبادة القبور مع هل إيش؟ هل من لوازم البراءة من المشركين أن نقوم بتكفير الذين يقومون بعبادة القبور وإن كانوا ينطقون بالشهادة ويصلون؟ النطق بالشهادة ما يكفي، ما دام في شرك وعبادة للقبور فالتلفظ بالشهادة ما يكفي، لأنه أبطلوه، هم نطقوا به لكن أبطلوه بالشرك، أبطلوه بالشرك، فلا يكفي مجرد النطق بالشهادة إذا أشركوا بالله عز وجل. نعم.